ما الذي يميز المدارس الإسلامية الخاصة بحركة طالبان عن غيرها من المدارس الأخرى؟ المدارس التي درست فيها طالبان، هذه المدارس فيها تعلم العلوم الدينية، وضمن هذا هم يعني المعلمون يقومون بتربية الطلاب، فلا لا لا يكون هناك فقط التعليم، بل يكون مع التعليم التربية أيضا، وهناك يكون علماء ربانيون، فهؤلاء يعلمون ويربون أجيال. فهذه المدارس تختلف عن المدارس الأخرى التي لا تكون فيها هناك التربية. إذا لا تكون التربية ضمن التعليم، هناك لا يخرج جيل الذي يدافع عن بلده ويحمي بلده. فبسبب هذه التربية، هذه المدارس تمتاز عن المدارس الأخرى.